عشان كل شارع في مصر ليه أصل وحكاية. النهاردة بقى هقول لكم حكاية حي العجوزة، يا ترى ايه الحكاية؟ خليكم معايا عشان تعرفوا أصل الحكاية ايه. العجوزة من أحد أحياء منطقة الجيزة، وبتعود بقى تسميتها إلى نزلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي، وهو بقى مؤسس الجيش المصري في عهد محمد علي باشا، ولقبت بالعجوزة. يا ترى ايه أصل الحكاية دي؟ تعالوا أنا أقول لكم. لقبت نزلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي بالعجوزة علشان هي أشرفت على بناء مسجد العجوزة، وده طبعا رغم بلوغها 90 سنة، وده طبعا كان السبب الحقيقي في إن الأهالي يطلقوا على المسجد والمنطقة بحالها اسم العجوزة، وبالتالي اتلقبت نزلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي بلقب العجوزة. دي بقى كانت أصل حكاية حي العجوزة. استنوا الحكايات الجاية. سجدة واجي.